طيب بعد كده بيلاقي الطالب اللي اتعمل له غسيل المخ ده بينه ان هو بقى في صف الفرقة الناجية، ده الفرز اللي اتكلمنا عليه في بداية الحلقة، وبيلاقي نفسه في حالة من ما يسمى بالعزلة، العزلة الشعورية، وجدانه يعني هو لا ينتمي لهؤلاء، عن محيطه بقى الأسري، عن محيطه المجتمعي، لأن طول الوقت بيقعدوا يعني زي ما شفنا يقنعوه ويسمعوه كلام يأكد له المسألة دي. علشان كده لو حضراتكم فاكرين نائب مرشد التنظيم الإرهابي وهو كان بيتكلم على دعوة الحق أي الإسلام لم تعد موجودة في الوقت الراهن زي ما حضراتكم لسه سامعين من شوية، بالطريقة اللي أرادها الله والرسول. طيب وإن عليهم هم بس إعادة الإسلام إلى سابق عصره. طيب إمعانا في عمليات الخداع والتضليل بيعملوا طول الوقت وبيستمروا فيه نفس السياق دورات بيسموها دورة التصعيد، بيقعوا فيها الطلاب خصوصا الوافدين ويحاولوا يقنعوهم بضرورة الطلبة اللي جاية تدرس في الأزهر في مصر بشكل أكبر بأن دعوة الإخوان هي دعوة الإسلام الصحيح، وأنه اللي بيتعرض للعديد إن هذه الدعوة بتتعرض للعديد من المؤامرات الداخلية والخارجية، وبيقنعوهم كمان إن المؤامرات دي نفسها بيشارك فيها الحكومات في الدول اللي طبعا غير منتمية للجماعة. بتكون الأرض بكده ممهدة إن هي تقبل فكرة جاهلية العالم اللي أسس لها طبعا أبو الإرهاب سيد قطب، واللي مهد لها طبعا من حيث الأصل الإمام المرشد المؤسس إمامهم حسن البنا، اللي في رسالته للشباب كان بيحاول طول الوقت إنه يقنع شباب التنظيم الإرهابي بأن العالم بينتظر دعوتهم، وإن عليهم إن هم يعملوا لحساب هذه الدعوة من أجل النصر المنشود.